بناء على معلومات مؤكدة تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمشرع صفا مجموعة تيرت من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تفتيش مساكن الأشخاص الموقوفين، أين تم حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تفوق 4300 قرص مهلوس نوع بريغابالين 300 ميليغرام و100 غرام من الكيف المعالج، مع توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و50 سنة، وحجز وسيلتي نقل مستعملة في الجريمة ومبلغ مالي قيمته 33,000 كعائدات إجرامية. سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية. نشكر الصوت الوطني للطلبة الجزائريين على هذه المبادرة الحسنة واللي هي حملة تشجير، ونتمنى مثل هذه المبادرات يكونوا دائما، لأن الجامعة تاعنا ولا القطب يحتاج مثل هذه المبادرات الحسنة. تزامنا مع انطلاق اليوم الوطني للتشجير، احنا نحب نثمن المبادرات هذه، لأن المبادرات هذه نحب نكون نعيش في محيط جامعي أخضر. قمنا بهذه المبادرة، مبادرة حملة التشجير على مستوى القطب الجامعي لجامعة البويرة أكليم حمدو الحاج. هذه العملية تندرج في إطار التشجير المساحات الخضراء على مستوى الوطن، إذ فيه تعديل الأخر فيه نداء لعمل التشجير على المستوى الوطني. هي حملة تشجير نقوم بها على مستوى القطب الجامعي لجامعة البويرة. دونك نشكر أولا منظمات الطلابية وإدارة الغابات الكشافة الإسلامية على هذا التنسيق وعلى هذه الحملة، حملة التشجير، وندعو جميع الطلبة والأساتذة والفاعلين للمشاركة في هذه الحملة. أشكر كل من الصوت الوطني للطلبة الجزائريين فرع ولاية البويرة على هذه الدعوة، كذلك أشكر وأثمن مجهودات الكشافة الإسلامية فرع وادي البردي على هذا القدوم، ولذلك أطلب من المجتمع المدني أن يقوم بكافة الأعمال للتوعية في هذا النشاط. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببرج بوريريج من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الحفر والتنقيب على الآثار، تتكون من شخصين يتراوح أعمارهما ما بين 33 و 35 سنة، وحجز قطع أثرية أصلية غير مقلدة ذات أهمية تاريخية وأثرية وأدوات تستعمل في عملية التنقيب. العملية تمت بناء على معلومات واردة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص مشتبه فيهم بحيازة وإخفاء وبيع أشياء متأتية من عملية الحفر والتنقيب، أين تم وضع خطة محكمة مكنت من الإطاحة بعناصر هذه الشبكة ليتم توقيف شخصين وحجز قطع أثرية أصلية غير مقلدة ذات أهمية تاريخية وأثرية تعود لحقب زمنية مختلفة كالحقبة الرومانية والبيزنطية والنوميدية، بالإضافة إلى أداة تستعمل في الكشف والتنقيب عن المعادن، رفش يستعمل في عملية الحفر، ومجهر يدوي صغير، وهاتفين نقالين. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. مكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية شلف نهاية الأسبوع المنصرم من شل نشاط جماعة إجرامية تتكون من 3 أشخاص، من بينهم امرأة في قضية النصب والاحتيال عبر الإنترنت. راحت ضحيتها أكثر من 90 شخص من مختلف مناطق الوطن، مع استرجاع أزيد من 413 مليون سنتيم من العملة الوطنية. هذه الشبكة الإجرامية التي ينحدر عناصرها من ولاية البليدة بومردهس والجزائر العاصمة كانت تنشط تحت غطاء الشركة الإلكترونية، تقوم بإغراء ضحاياها بمناصب عمل وهمية وعرض سلع وخدمات بأسعار جد مغرية مقابل مبالغ مالية وحلي من المعدن الأصفر الذهب يدفعها الضحايا. تم تقديم المشتبه فيه أمام محكمة العطافة عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض النصب والاحتيال باللجوء إلى الجمهور. اليوم رانا في تحضير اليوم الدراسي تحت عنوان علاقة القطاع التكوين والتعليم المهنيين مع الشريك الاقتصادي. كما راكم لاحظتوا كانت هناك 3 جلسات،
كل جلسة لها موضوع خاص بها، والحمد لله رانا لقينا تجاوب مليح من المؤسسات الاقتصادية وكذلك مختلف الفاعلين، حيث تشرفنا بحضور أعضاء من المجلس الأعلى للشباب، المدراء التنفيذيون، الغرف الاستشارية وكذلك الجمعيات الفاعلة ضمن هذا الموضوع. مما لمسناه أنه ثقافة التكوين المتواصل وكذلك التمهين هي ضمن اهتمامات هذه المؤسسات الخاصة. شهدت قاعة مداولة المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنا يوم دراسي بين قطاع التكوين المهني والشريك الاقتصادي. هذا اليوم الدراسي الذي نثمنه والذي كان تحت رعاية السامية للسيد والي الولاية الدكتور محمد بن مالك، كما قلت لك هذا اليوم الدراسي نثمنه، وذلك من أجل توضيح وتنوير للرأي العام بالبرامج والتي يقوم بها هذا القطاع الذي نعتبره من بين القطاعات الرائدة في ولايتنا في تكوين أبنائنا وفتح لهم أبواب الولوج نحو حياة الشغل. وكان نقاش ثري ورائع، وتدخل كل المدراء المعنيين من مدير التشغيل، من مدير السياحة، من المفتش الولائي للوظيفة العمومي، وكل الفاعلين الاجتماعيين من جمعيات. تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة شلف من وضع حد لنشاط شخص خطير من ذوي السوابق القضائية عمره 40 سنة يحترف ترويج المخدرات مع حد ما يقارب 1 كيلوغرام من الكيف المعالج. عملية الإطاحة بالمشتبه فيه تمت وفق خطة أمنية نفذت بطريقة احترافية من طرف عناصر الفرقة، استغلال المعلومات عن النشاط الإجرامي للمعني على مستوى مدينة شلف، حيث كللت عملية الإطاحة به على إثر تفتيش مسكنه القانونية بالشرطية التي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة عن ضبط 1 صفائح مخدرات يقدر وزنها إجمالية ب 995 غرام مع حد أسلحة بيضاء مختلفة. وفي سياق التحقيق في القضية تم تحديد هوية شخص آخر يبلغ من المشتبه به رفقة شريكه أنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية الحيازة لغرض المتاجرة والعرض على الغير، قدم بموجبهما أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة شلف. في عملية نوعية تمكن أفراد الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بن عباس من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات تنشط عبر الحدود الغربية للوطن. العملية أسفرت عن توقيف شخص في العقد الخامس من العمر وحجز 33 كيلوغرام من المخدرات الكيف المعالج سلاح ناري من الصنف الخامس بالإضافة إلى 3 خراطيش ذخيرة حية ومبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 1150 دولار أمريكي، ناهيك عن شريحة خلوية لمتعامل الهاتف النقال لدولة المغرب من نوع إنوي. بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق تحت إشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بن عباس، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا. نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنعامة حملة تأسيسية للتجنيد لتلاميذ الثانويات، حيث تطرقوا للشروحات العامة في اختصاص الدرك الوطني وكيفية التجنيد، وشرح كل الاختصاصات على شكل ورشات، مما حفز بعض التلاميذ على رغبتهم في الالتحاق والتجنيد بالدرك الوطني. استقطاب أكبر عدد ممكن من المترشحين للتجنيد في صفوف الدرك الوطني. تنظم اليوم المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالنعامة حملة تحسيسية للتجنيد في صفوف الدرك الوطني على مستوى بلدية البيوض وبلدية المشرية لفائدة مختلف المتمدرسين على مستوى مختلف الثانويات، حيث تطرقنا خلال هذه الحملة إلى ذكر عدة شروحات عامة للتجنيد في صفوف الدرك الوطني، وتطرقنا إلى تعريف مؤسسة الدرك الوطني على شكل ورشات. ويبقى الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني في خدمة مواطنينا الكرام على مدار 24 ساعة. نشكر الدرك الوطني على قيام بحملة تحسيسية ومبادرتهم في توعية تلاميذ هذه الثانوية، نتمنى نلتحقوا بهم في أقرب وقت إن شاء الله. الورشات عجبونا إن شاء الله يبارك. ما كناش نعرفوا واش هي الملف المطلوب في الشروط والملف التجنيد.
كناش نعرفوا بزاف سوال ورا الله يبارك راه معاونه ان شاء الله. حضرت معنا الدرك الوطني في حمله تحسيسيه للتجنيد الوطني، كانوا وراونا شي صوالح بزاف ملاح ما كانش على بالنا بهم، وديكوفرينا شي صوالح زعما سهلوا علينا خير ملي كنا نعرفوهم قبل، باش اي واحد زعما يبغي يدخل في هذا يعني العمل ولا يكون عارف حاجه بلي مليحه. وننصح اي واحد مام انا راها عجبتني وراني باغيه نديرها، مام واحد راه باغي يديرها وخايف منها ان شاء الله يتقدم. واصل القرض الشعبي الجزائري جولاته التي تشمل ربوع التراب الوطني بغية فتح قنوات التواصل مع المستثمرين وتعزيز عملية فتح رأس ماله الاجتماعي بغرض إدراجه في البورصة. اليوم رانا في تلمسان، أول يوم لفتح عملية الاكتتاب تاع بيع الأسهم للقرض الشعبي الجزائري. أول يوم كان سجلنا نتائج مرضية، وهذه العملية هذه اللي قررها السيد رئيس الجمهورية تهدف إلى تحسين أولا حوكمة القرض الشعبي الجزائري وتحسين فعاليته في التسيير، تهدف أيضا إلى إعطاء ديناميكية جديدة لبورصة الجزائر. ممثلو البنك قدموا شروحات ومعطيات حول مميزات الخدمة والامتيازات التي يحصل عليها المستثمر فيما يتعلق بالإعفاء من الضرائب أو بيع الأسهم. راح يكون عنده إذا ربحية، وهذه الربحية راح تكون معفاة من ضرائب، يعني تكون هذه الربحية على أساس أن هذه ديفيدوند، يعني ربحية سنوية هذه، ولا تكون الربحية من جراء بيع الأسهم. إذا باع السهم تاعه ولا الأسهم تاعه بسعر يفوق السعر اللي شرى به. On ne pourra pas parce qu'il réside à l'étranger, on ne pourra pas